أكبر، الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من ضعفاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. مرحبا وأهلا بكم على مجلس الطائرة العربية للطيران من طراز إيرباص A320. هل تعلم بأن العربية لقد صعيد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مما سمح لملايين الركاب أن يسافروا أكثر لعدد أكبر من الوجهات. النموذج العربي بسيط للفريقية ويعتمد على مبدأ مقابل نقود. نقدم لكم أفضل عروض السفر مع حرية اختيار ما يناسبكم من خدماتنا عالية المستوى. يوفركم أسطول طائراتنا الحديثة من طراز إيرباص A320 أقصى درجات الراحة والاعتمادية. فجميع طائراتنا تتمتع بمقصورة ذات مقاعد مريحة ومسافة 32 إنش بين المقاعد، مما يعني مساحة أكبر للاسترخاء من أي مقصورة طيران اقتصادي في المنطقة. تسافر العربية للطيران من 5 مطارات رئيسية مسميها مراكز عمليات، تنطلق من الشارقة ورأس الخيمة في الإمارات العربية المتحدة، ومن الدار البيضاء وفاس ومراكش والناظور وطنجة في المغرب، ومن الإسكندرية في مصر، ومن عمان في الأردن. وبالتالي فنحن نتيح لكم السفر إلى مجموعة واسعة من الوجهات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا وأوروبا. والآن بعد أن استقريتم في مقاعدكم، اسمحوا لنا بأن نعرفكم على بعض خدمات القيمة المضافة المتوفرة على مدى رحلاتنا. توفر سكاي كافي مجموعة واسعة من الوجبات الشهية والمشروبات بأسعار معقولة. يمكنكم الطلب خلال الرحلة أو أثناء حجز تذكرتكم عبر الإنترنت للاستفادة من خيارات أكثر. قائمة الأطعمة موجودة في جيب المقعد أمامكم. الرجاء الاختيار، وسيقوم أحد أفراد الطاقم بتسجيل طلبكم. تمتعوا أيضاً بخدمة سكاي مول، كتنوع السوق الحرة المليء بالعديد من أفكار الهدايا والكمويات العصرية واحتياجات السفر. إن أي فرد من أفراد طاقم الطائرة سيكون سعيداً بمساعدتكم. ولا تنسوا تصفح مجلة رحلات العربية للطيران نورس، التي تتضمن مجموعة متنوعة من المواضيع الرائعة المتعلقة بالسفر والموضة والأعمال وكافة مجالات الحياة. لستم بحاجة لأن نذكركم، فالتدخين والمشروبات الروحية ممنوعة منعاً باتاً على متن هذه الطائرة ويعاقب عليها القانون. نتمنى لكم رحلة ممتعة مع العربية للطيران، وإذا كنتم بحاجة إلى أي شيء فقد اسألوا أحد أفراد طاقم الطائرة.
الإدامة ومبادرة مشتركة مع جمعية الشرقة الخيرية. نعمل من خلال هذا البرنامج بشكل متواصل على تحسين التعليم والرعاية الصحية للأفراد والمجتمعات المحتاجة في مختلف أنحاء العالم. ويمكنكم المساعدة من خلال تبرعكم بمبالغ بسيطة بأية عملة في مغلفات مخصصة في شأن المقابل الذي أمامكم. والتبرعات تقبل فقط على متن رحلات العادية للطيران. ونحن بدورنا نقوم بمراجعة المبالغ التي تجمعها سنويا لتوظيفها في مشروعات تعليمية وصحية في دول فقيرة من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية المستدامة التي نلتزم بها.